هات لي احمد اللوحه بتاعت مشارف، يعني 20 لوحه من كده، يعني تقريبا 76 ولا حاجه. 76 تقريبا يعني. اشتريها 76. بالظبط كده. تمام. انا ده اللي انا عايز بس نبص عليه، لان احنا لما المشروع ده فكرنا ان احنا نعمله، هو يمكن موجود يعني في غرب اسكندريه، وكان يمكن الحركه بالنسبه له هتبقى كانت الى حد ما مش يسيره يعني. مش كده؟ ما كانش فيه فندم غير يعني ما يعني خلينا بس حته حته كده. انا بس عايز اقول ان انت هتبقى انك تروح للصحراوي بمحور عمر سليم. انا بتكلم على عرض المحور، يعني بمحور لن يقل عرضه عن 5 حارات في كل اتجاه على الاقل. مش كده احمد؟ 6 حارات وست حارات يعني مش اقل من كده. تمام. وبالتالي انا عايز اقول ان المكان اللي بتتعمل فيه المشروع، لان يمكن تكون يعني مش كل الاماكن في ذهن الناس اللي موجوده، وتاريخ يعني في تاريخ وجدان او ثقافه حتى الشعب السكندري قد تكون هي الافضل يعني. لكن عايز اقول لكم هذا المشروع ده على 1500 فدان، ده رقم مش بسيط. ثم التصميم اللي معمول والاجراءات اللي اتعملت عشان يخرج المشروع ده في ابهى صوره. انا بقوله كده ليه؟ لان لما نيجي نعمل هنا تسكين، او سواء كان للاسكان المتوسط او الاستثماري، حطوا في الاعتبار ان احنا حطينا كل عوامل النجاح والجذب اللي تخليكم حاسين ان انتم رايحين على مكان بيوفر لكم كل شيء، بدءا من المكان نفسه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه طبعا، ثم الوصول اليه. ونفس الكلام بالنسبه لل الجزء المشارف اللي احنا حط اسف بشاير اللي احنا حاطينه في المكان دوت. لما نيجي نتكلم هنا في اسكندريه على ما يقرب من يعني 140 الف وحده ولا حاجه، البرنامج لسه ما خلص. حتى لو وصلنا ل 200 الف وحده، لان اذا كنا بنقول اسكندريه 4-4 وشويه دكتور مصطفى، فاحنا رايحين خلال مده زمنيه مش كبيره قوي لرقم على الاقل يزيد له 500 الف او مليون خلال كام سنه اللي جايين. وبالتالي الاماكن اللي تم دراستها عشان تعمل نمو، احنا عارفين ان داخل اسكندريه بقت الكتله السكانيه وكثافه البناء عاليه جدا. اي حد هيفكر ان احنا نكمل ده او نزود ده جوه اسكندريه، يبقى بنحط ضغط جامد جدا على مرافقها وعلى البنيه الاساسيه بتاعتها دكتور مصطفى. وبالتالي ما عندناش سبيل غير ان احنا ننمو. خليني اقول لكم على نقطه كانت مهمه. كانت الدوله فكرت من كام سنه ان ال 18000 كيلومتر اللي قالهم اللي هو احمد كانت اراضي زراعيه. الشرق كانت اراضي زراعيه. الارض اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي منهم 1500 فدان تحديدا، دي اراضي كانت برك وسبخيه. وكان كمان يعني مش هقول سر ولا حاجه، كان في خلاف بين المؤسسات الدولة على الأرض ديت، وهي أرض كلها إيه؟ مية يعني. فطب ناخدها ونعملها للناس، نردمها ونعملها للناس، أو هتكلفني زيادة شوية، لكن في النهاية أنا خلي بالكم من الكلمة اللي أنا بقولها، في النهاية أنا حافظت على الأرض الزراعية يا جماعة. يعني أنا الفدان هنا في المنطقة ديت ما 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 يعني ما يعني ما سيبوش كده مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده أرض ليها الترع بتاعتها، وليها المصارف بتاعتها، وليها الطرق بتاعتها، وجودة عالية من التربة. أنا أخليها إذا كنا مع الفريق كامل وبيشرح، بنقول لا يمكن نعمل طريق ياخد 1000 فدان ولا 5000 فدان يا كامل. مش كده؟ قلنا لا، حتى لو كان ده هيترتب عليه تكلفة غالية. ودي النقطة اللي أنا عايز أوضحها لكم. الدولة وهي بتخطط لإقامة أي شيء بتحط في الاعتبار ثروتها القومية. الأراضي الزراعية دي ثروة قومية يا جماعة، مش هي صحيح بتاعت مواطن في الريف عنده 10 فدان، عنده فدان، عنده زي ما يكون، هي بتاعته صحيح، لكن هي في النهاية هي ثروة قومية لمصر، وبالتالي لابد إن احنا نحافظ عليها. عشان كده لما نيجي نتكلم على منطقة مشارف في العمرية،
تخطيط زي ما قلت تخطيط رائع وكويس قوي قوي. ثم احنا بنخرج بقى من الكتله السكانيه اللي موجوده وبنعمل لها محاور حركه تخدم عليه عشان ما يخشش للوصول اليها من منين؟ من المدينه نفسها، لان المدينه ما بقتش مستحمله. انا اقدر اعمل لكم اردم في البحيره واعمل مشروع مهما كانت تكلفته عشان اتحرك فيه، لكن ما اقدرش جوه اسكندريه اشيل عماير ارتفاعها 13 14 دور بالألف عماره يا دكتور مصطفى عشان اعمل طريق، مش هقدر اعمل كده. وبالتالي كفايه اللي موجود جوه ونعمل الحركه لناخد ارض زراعيه، لناخد ارض زراعيه، لكن لو في اراضي زي اللي احنا خدناها دي بنعملها وفي حتت وفي اماكن اخرى احنا مخططين ليها، اقدر اوصل بحجم العمران اللي انا عايزه في اسكندريه يلبي مطالب الناس، ومش بس كده ويغير لمواطنينا اللي هم عايشين في مناطق غير مخططه بشكل او سلبيه، او مفيش خطره خلاص. انا بس ليا توصيه عايز اقولها للناس اللي عندهم اسكان زي بشاير كده والاسمرات واهالينا وكده، المحافظين اللي عندهم الاراضي دي المساكن دي يا دكتور مصطفى، انتوا بتاخدوا رقم من السكان عشان الصيانه وعشان كده، وانا بقول لكم عشان ما حدش يعني ايه يبقى، وبسمى حتى مواطنينا اللي موجودين في الـ في الـ في السكن ده، السكن اللي موجود ده قيمته لو ايجار قد الرقم ده 5-6 مرات. انا بقول كلام لا صحيح، يعني انا عايز اقول لكم انا بقول كده ليه، انتوا المحافظه اللي في نطاقها مساكن بالطريقه دي من فضلكم دكتور مصطفى لازم نعمل صندوق لصيانه هذه المباني، والمباني الفلوس دي ما حدش يقرب لها، يعني ليها مصاريف محدده يعني. فهي عشان ايه النهارده العماره شكلها كده وكويسه، طب بعد شهرين ثلاثة أربعة الأسانسير اللي فيها احتاج حاجة، الناس اللي فيها يمكن مش هيقعدوا بقى يلموا من بعضهم، ما احنا بنعمل ايه؟ مفيش كلام من ده. وبالتالي لازم يكون للمناطق دي، أنا بأكد الكلام اللي قلته قبل كده في افتتاح أول مرحلة، لازم يكون لها قيادة تسيطر عليها وتدير شؤونها، والكلام ده بالتنسيق مع المحافظة والمنظمات المجتمع المدني الجمعيات الاهليه. لو سمحتم احنا دورنا مش فقط ان احنا نوفر سكن للناس دي ونسيبهم، لا، وزاره الثقافه، وزاره الشباب، وزاره التضامن، المحافظه، وزاره الداخليه، القوات المسلحه، الجمعيات الاهليه، من فضلكم احنا عملنا خطوه، لكن في خطوات ثانيه. خطوات ثانيه ايه؟ ان احنا نساهم في تطوير هذه يعني المجتمعات، ما تسيبوهاش بصراحه كده. لازم الناس دي احنا اللي موجودين معاها نشوفهم عايزين حاجه، نخلي بالنا منهم، ناخد اولادهم ندربهم، يعني ما نسيبش حاجه. يبقى الجامعات الاهليه، وزاره الشباب، وزاره التضامن، وزاره الثقافه مع الداخليه، عشان يبقى في انت النهارده يعني انا هتكلم على وزاره الداخليه. النهارده لازم يكون في كل منشاه زي كده، في كل منطقه زي كده، انت شايف عدد السكان اللي موجود قد ايه؟ كتير. وبالتالي نقطه شرطه مش قليله يا دكتور مصطفى عليها، ان يبقى ليها مكان تواجد شرطي مستقر عشان نحمي الناس، ويبقى في تواجد للدوله المصريه في المجتمعات ديت. لازم يبقى موجودين نشوف الناس ونحميهم، وما يبقاش في حاجه. التطوير مش بس المبنى اللي احنا عملناه، ولا التسكين اللي احنا سكناه، لا لا، ده حاجه مستمره، دور بنقوم بيه كلنا مع بعضنا تجاه اهلنا في المجتمعات ديت، عشان يبقى يعني استكملت المهمه بشكل كويس. يبقى صندوق للصيانه ده يتعمل وده يتحط فيه الارقام، ويبقى تحت اشراف السيد رئيس مجلس الوزراء الانفاق منه. لكن يعني اسال على
يمكن الناس تستغرب قوي ان انا بسال السؤال دوت. اقول اخبار التحصيل ايه في مكان، الاقي الناس مش واخده بالها يا دكتور مصطفى. اخد بالي انا؟ طب انا واخد بالي ليه؟ لان انا عارف ان احنا لو ما عملناش كده هتتحول منشاتنا زي ما كتير من منشاتنا اهدرت نتيجه عدم الاهتمام والمتابعه للموضوع. ده شغل مين؟ شغلنا كلنا. انا مش بقول كده ما بجيش لوم لحد، لكن ارجو ان ده لما نيجي نسال عليه الاقي الارقام دي موجوده في الصندوق لاخر شهر، وان قدرنا ندعمها. وعشان كده قلت العناصر اللي تشتغل في الموضوع مش بس المحافظه ومش بس وزاره التضامن، قلت كلنا مع بعضنا عشان الموضوع ده فكرته يا جماعه ان احنا اسر كانت موجوده في ظروف صعبه وكانت بتعاني وكانت حياتها مش يعني، وبنحاول بنعمل ده. الانفاق اللي اتعمل كتير عايزين نحافظ عليه. انت لما تيجي تتكلم النهارده في 160 الف شقه ولا 150 الف شقه، هنا احنا المشروع كله يا دكتور مصطفى كده داخلين على اكتر من 300 الف. انا عايز اقول لكم ال 300 الف دول لو متوسطات النهارده يعني 300 400 لغايه 500 الف جنيه بالفرش، يعني انت بتتكلم في 150 مليار جنيه. ال 150 مليار جنيه دي ثروه كبيره قوي ما تهدرش نتيجه عدم الصيانه او المتابعه. وبعدين كمان نعظم المبلغ ده بايه؟ بان احنا المواطنين اللي موجودين جوه واسرهم في النوادي والمدارس، واذا كان في تشغيل ممكن يتعمل للاسر للسيدات اللي موجوده نعمل ده من فضلكم. الموضوع ما بينتهيش. هي مش عارف اقولها ازاي، هي مش موجه يعني مش حاجة احنا عملناها مرة كده وسقفنا وفرحنا، لا لا لا، ده موضوع، ده حياة ناس واحنا مسؤولين عنها. فأرجو بس ان احنا في الألف فدان التانيين والشغل اللي بيتعمل في مشارف والطرق يا كامل، اللي هنا اللي رايح لل أو التاني ده اللي هو الصحراوي مش كده؟ أيوة فندم، ده الصحراوي، ده الصحراوي مش كده؟ أيوة. لا لازم يكون طريق 6 و6 ولا اكتر من كده كامل يكون كويس، لان حجم الكتله السكانيه اللي هتبقى موجوده في المكان ده، لو تيجي تصورت ان في 1500 فدان منهم 400 فدان او 450 فدان منطقه صناعيه، يبقى الحركه اللي هتبقى موجوده في المنطقه دي حركه ضخمه جدا. حركه ايه؟ ضخمه جدا. هنستطيع يا فندم ان شاء الله، بس ما انا عارف انا بس المرافق هنحركها هنتكلف فيها شويه، بس ما فيش مشكله، بس المهم ان احنا نعمل محاور حركة للكتلة الكبيرة ديت اللي أنا بقول النهاردة مش هيبقى فيها أقل من نص مليون. أكتر يا فندم. أكتر فندم. يعني لو النهاردة فيها دكتور مصطفى مثلا بالألف دول هيبقى مثلا إيه؟ 1500. اضرب في 4 متوسط الأسرة ولا 5. يعني هيوصل لتلات أرباع مليون. يعني نص مليون أو كده، فده عدد كبير يا كامل. تمام فندم، حاضر. فالسعد قطر سريع فعلا زي ما احمد قال هتيجي هنا. فانت الارض بتاعتك غاليه قوي، بتاعت الطريق وبتاع السكه الحديد، ومش عايز يدي حاجه يا دكتور مصطفى. يقول لك ارضي يا عم، ده انت هبرت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو ده القطر يا فندم، مش كده؟ ده القطر يا محمد يا زكي، ده حلوبر الدوله في مشروعات النقل بتاعته. يقول لك لا ما اديكمش، ده حرم السكه الحديد بتاعتي. يعني كانوا بنين عليها زمان وكانوا عليها عشوائيات. لما جينا نتكلم على محور نعمله تقول لا. انا يا فندم رحت القائد العام وموجود سيادتك اهو، قلت له يا فندم خدوا اللي انتوا عايزينه بس نكتب ورقه عشان نحفظ حق السكه الحديد. طب انا موافق يا كامل ان احنا ماشي يا محمد، واعمل بقى قول له المحاور اللي اتعملت دي ادينا ثمنها دلوقتي. سيب ولا سيب؟ كلها بتاعت مصر يا فندم. سيبه نسيبها كامل. وسيادتك رئيس مصر يا فندم. لا احنا كلنا مع بعض ان شاء الله. طيب انا بس عايز اقول الجزء الثاني يمكن ما اتكلمناش فيه شويه، اللي هو في اتجاه الغرب. احنا اتكلمنا في اتجاه الشرق كده مش كده يا احمد؟ لا احنا يا فندم دلوقتي في منطقه مشاهد. لا خليني انا اتكلم هنا. الغرب، غرب الغرب، برج العرب ورايه والمحاور اللي موجوده هنا والمنطقه اللي احنا بنتكلم عليها هنا. تمام. انا بقول الكلام ده لان دي واحد يقول لك ايه ما تتكلمش فيها على الهوا. لا انا بتكلم مع الناس في مصر
على الهوى. المنطقه دي مش كده يا احمد؟ ايوه في المنطقه دي مش كده؟ مش كده؟ دي بحيره مرمى. آه. انا عايز اقول لكم، لا وشمالها، يا جماعه احنا بنعمل تطوير عمراني عشان مش عشان نأذي الناس، مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنعمل ده عشان خاطر البديل التاني ايه؟ ان احنا نفضل ننمو جوه اسكندريه لغايه لما الناس لا تقدر تعيش ولا تقدر تمشي. ما فيش قدامي غير ان انا اتوجه شرقا وغربا وفي المناطق اللي ممكن نعيد صياغتها. نعيد ايه؟ صياغتها. يبقى الكلام ده بين المحافظه وزاره الاسكان والكهرباء ووزاره الداخليه، دورها انا بقوله على الهوى. لما نيجي نقول للمنطقه دي يتم اخلاءها، يبقى يا دكتور مصطفى يتم اخلاءها. وبالمناسبه احنا عمرنا ما هنخلي حد دون ان نعوضه. حتى قلت لكم قبل كده على كل الكلام اللي كان بيعرضه الفريق كامل على ان هي تعدي على اراضي دوله او على جسور ترع او على جسور طرق، كنا بنعوض بحاجه اسمها، ولغايه دلوقتي بنعمله وهنعمله، اللي هو التعويض الاجتماعي عشان ما ناذيش الناس. فاحنا واحنا بنعمل ده ارجو ان التلبيه للي احنا بنعمله ده مش لصالح حد، ده لصالح الكتله الكبيره، ليس على حساب الناس. لو هنعمل امتداد يا دكتور مصطفى لناس من هنا يتم اخلاءهم في برج العرب، يبقى في تخطيط لبرج العرب. وانا عايز اقول لكم على حاجه بقى، الناس ما عملتش، عشان بس الكلام ده الكامل والنقل وللاسكان وللمحافظ، اي محافظ والوزير الري، اي وزير ري، مش اللي موجود دلوقتي، مش هحمله مسؤوليه يا دكتور مصطفى. انا مش هحمل تاريخ لحد، بس عايز اقول لكم المواطن اللي بنى على الجسر مش ذنب المواطن، ذنب ايه؟ مؤسسات الدوله ما سابته، والتاني واللي بعده واللي بعده واللي بعده. فهو ما هو مش يعني مش هقول ان هو معذور، لا، الدوله غايبه فانتوا لا. واحنا بنعيد الكلام دوت عشان شوفوا اسمعوا، اي حاجه هتيجي تعملها الدوله هتجدوها ان هي بتحط كل الاعتبارات في التخطيط بتاعها. اي حد بيعمل الكتله الثانيه اللي هو حد عنده فدانين ثلاثه، قسمهم ارض بيبيعهم شقق بس. طب المدرسه فين؟ طب المستشفى فين؟ طب لو في محلات خدمه للناس فين؟ مش كده؟ يعني عايز اقول المرافق اللي المطلوبه لاي عمل في بنعمله احنا بنحط فيه الكلام ده، وانتوا بتشوفوه. بنحط جامع، بنحط جامع، كنيسه بنحط كنيسه، مدرسه بنحط مدرسه. لكن اللي بياخد عنده فدان ارض بيقسمه بيبيعوا الناس اللي بياخدوا منه بيعملوا شقق. فمن فضلكم ساعدونا في ان احنا نغير بقى نمط حياتنا اللي احنا ماشيين بيه الى حاجه تانية افضل، متنظمه ومتخططه ومتحقق فيها كل الشروط. انا بس كنت عايز اقول ان احنا معدلات التنفيذ اللي احنا شغالين بيها بصراحه ما حققتش المثلث اللي انت ختمت بيه الكلام. انت كتبت قلت فيه مثلث كده، الوقت، الزمن، التكلفه، ومش كده؟ والجوده فين ده؟ فين؟ انتوا المشاريع ابتدت تمط معاكم. اه والله يا احمد، ولا الهندسيه كامل. اه والله ابتدت المواضيع تطول محمد. اه لا لا، الوقت ده حاسم جدا، بدليل اللي بتتعمله النهارده لو كنت عملته من سنتين فاتوا كانت الدنيا مختلفه حتى في التكلفه. شكرا جزيلا، شاكرين.